نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما مصدقا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الوقت فَيَتَّبِعُونَ مَا
شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من يقولون كل من عند ربنا يقول آمنا به كل من عند ربنا لا يوجد وقت لا يوجد وقت يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا